سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم كيكه ديال الفلون، كتجي رائعه كتستحق تجربه. كنحتاجو فيها المقادير التاليه: الكاس ديال العنب ديال الزيت، وكاس صغير ديال السكر، يمكن لكم السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم، وخمسه البيضات اللي صغار، يمكن لكم تضيفوا اربعه البيضات كبار، وثلاثه الخميرات، وفانيا، والدقيق على حسب الخليط. كناخذوا اناء كنحطوا فيه البيض كيف ما سبقت، يمكن لكم ديروا ربعة البيضات كبار. وكنديروا كيكة عادية بمقادير بسيطة، كيف كتعرفوا كيكة عادية كنضيفوا البيض وكنضربوه مزيان حتى كينسجم مع بعضه، وعاد كنضيف السكر. هاد الكيكة هادي كتجي زوينة ومنعشة في الصيف، وضهية كتوجد كتلاق الضيوف الغفلة، ما كتاخدش هنا وقت بزاف. كنحركوا الخليط بهذا الشكل هذا بعد ما ضفنا ليه السكر، ومن بعد كنضيفوا الزيت المائدة. وهنا ضفت شويه القشور ديال الليمون، كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم تستغناو عليه، يمكن لكم تضيفوه، يمكن لكم تضيفوا اي نكهه كتعجبكم. وضفت الفاني ونخلط كل شيء مع بعض. ومن بعد كنضيف الدقيق تدريجيا، بطبيعه الحال خاصنا نغربلوه باش ما يتكونوش هذوك الحبيبات في الكيك، وكنخلطو كنحصلو على هاد الخليط هذا. نسيت ما ضفت، ما قلتش لكم ضفت كاس صغير ديال الماء. صافي كنخلط كاع العناصر، واخر حاجه كنديرها هي الخميره الكيماويه. اكيد كنديرها في مصفات باش ما يهودوش لينا دوك الحبيبات ديال الخماره. وصافي وكنضيف الثانيه والثالثه. كنخلطوا كاع العناصر، يمكن لكم ديروا اي نوع ديال الكيكه عندكم، يمكن لكم تضيفوا الكاكاو. ومن بعد كناخذ مول كدهنوا بالزبده والدقيق وكنصبغوا الخليط ديالنا. درت المول اللي كيكون كبير شويه باش الكيكه تجيني ما منفوخاش، وكتخرج كميه كثيره. ومن بعد كندخلها الفرن اللي كيكون سخون وتكون على افيه مهيله بزاف، وكنخليوها تطيب على راحتها وما كتاخذش الى الوقت بزاف. معك البول كبير كيف ما سبقت دغيا كطيب لينا. ومن بعد غنديروا السيرو اللي كيتكون من الحامض، ودرت معاه السكر وكاس صغير ديال الماء، وكنخليوه على نار مهيله حتى كتخرج الكيك، وكنسقيوها بالسيرو. من بعد ما خرجت لينا الكيكه ديالنا كنطقبوها بهذا الشكل هذا، وكنسقيوها بالسيرو. الا كانت الكيكه سخونه كنسقيوها بسيرو يكون بارد، والعكس الا كانت الكيكه بارده كنسقيوها بالسيرو يكون سخون باش الكيكه كتشرب لينا السيرو. وصافي كنسقيوها بهذا الشكل حتى كتشرب لينا الكيكه مزيان، وكتجي شويه شاربه. ومن بعد كندخلوها الثلاجة تبرد مزيان. ودابا نحضر معكم الفلون. بالنسبة للفلون كنحتاجو فيه ثلاثة طوبات ديال السكر، اللي هو نص كاس ديال السكر، وفلون كراميل ثلاثة المعالق ديال النشا، وإطوط الحليب. يمكن لكم ديروا أي نوع ديال الفلون،
ديال الشوكولا ديال الكريم كراميل، كيبقى لكم الاختيار في النكهه ديال الفلون. والسكر كيبقى ايضا على حسب الذوق، يمكن لكم تضيفوا السكر زايد، يمكن لكم تنقصوا، حيت ديجا فلون فيه السكر ما كنكثرش بزاف السكر. وكنضيفوا كاع العناصر، كنضيف الحليب والسكر والفلون وكنحركوهم مزيان حتى كيندمجوا مزيان، ومن بعد كنضيف النشا كنحرك كاع العناصر حتى كتندمج مع بعضياتها، ومن بعد كنحطها على نار اللي تكون مهيله. من بعد درتها على نار اللي تكون مهيله وكنحرك مزيان، كنستمر في التحريك حتى كتولينا كريمه عاقده بهذا الشكل. ومن بعد ضفت دانيت ديال الكراميل، يمكن لكم تستغناو عليه، انا ضفته كيعطيه نكهه زوينه. يمكن لكم ديروا اي نوع ديال الياغورت، ويمكن لكم انكم تستغناو عليه. ومن بعد ما خرجنا الكيكه ديالنا من الثلاجه، كنفرغوا الخليط ديال الفلون بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنزينو بشوكولاتة حبيبات بهذا الشكل، ونخليكم مع المائدة ديال الكودين. من بعد درت عصير ديال الليمون، نخليكم رابط ديالو في صندوق الوصف، وحطينا ملفاي والبغضيض وميني بيتزا ولوبتيبان وزيت الزيتون، وحطينا زويته كاشير والعسل وانبلو. هذا هو الكوتي اللي حضرنا وبالبيض ديال اتاي. ومن بعد نخليكم مع الكيك، بعد ما خرجناها من الثلاجه كتولي بهذا الشكل هذا. كتجي عاقده شاده في راسها، غنوريها لكم بعد ما قطعتها. كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي لذيذه بزاف ومنظر ديالها زوين، كتستحق التجربه. ما صورتش لكم ملي حطيتها في الطبله حيت كانوا عندي الضيوف وصافي. هذه هي الكيكه، نتمنى انكم تجربوها، كتجي لذيذه وبارده واقتصاديه، كتعطينا كميه كثيره. نتمنى تعجبكم وتجربوها في البيوت ديالكم. ما تنسيوش انكم تابوناو في القناه وتشجعوني بلايك.